نعم دكتور ربحي، ابقى معي سأعود إليك وسط هذه الفكرة. أعود لي الدكتور زياد العلول. سيد العلول، اليوم نتحدث عن استعدادات وتأهب إسرائيلي، تأهب كذلك أمريكي على مستوى اليوم. تصريحات الحرس الثوري على لسان حسين السلامي، قال سيكون الرد قاصما. ما الذي يعني هذا؟ وهل برأيك سنشهد ردا على غير العادة من الردود الإيرانية كما ردت في قاسم سليماني أو في غيره من الردود على مقتل مستشاريها في سوريا مثلا؟ بداية دعنا أقول أن أمريكا والغرب عنده طريق واحد، لا يوجد طريق ثاني لاحتواء الأزمة، وهو إجبار نتنياهو بوقف المذابح، وقف القتل المستمر في قطاع غزة. غير ذلك فالمنطقة مؤهلة للاشتعال. بالنسبة لإيران، إيران قوة ردع كبيرة في المنطقة، ولها أذرع موجودة في لبنان وفي غزة وفي اليمن وفي العراق، وأذرعها كثيرة في العالم، وأيضا لها تحالفات موجودة على وجه التحديد الصين وروسيا. الآن تم الاعتداء على سيادة طهران، وأنا أقول على ليس أول شيء، الحدث نفسه شخص إسماعيل هنية قائد فلسطيني كبير، وهو أتى في حفل تنصيب رئيس الدولة الإيرانية، بمعنى نحن نتحدث لا نتحدث عن مناسبة عادية. إذا كان في اليوم الأول لتنصيب الرئيس الإيراني الجديد يتم اغتيال قائد بحجم إسماعيل هنية، إذا الاعتداء على شخص الرئيس نفسه وعلى سيادة الدولة. فلذلك أنا أقول أن إيران مضطرة ومجبرة أن ترد رد قوي ومزلزل، وإلا فقدت قوة الردع، لن يكون لها قيمة ردع في المنطقة، وستتجرأ إسرائيل على الاعتداء على طهران وعلى إيران وعلى رموزها وعلى شخصياتها بسهولة في المرات القادمة. فلذلك أتوقع أن يكون الرد قوي وكبير، وأيضا كما أتوقع أن يكون هناك رد من حزب الله أيضا قوي وكبير. نعم. لأنه أيضا التساهل مع اغتيال قائد كبير يعتبر شخصية رقم واحد عسكرية في حزب الله، والاعتداء على الضاحية الجنوبية، أيضا هذا سيجرئ إسرائيل على الاعتداء وفتح ساحة مفتوحة في المنطقة. نعم سيد العلول، ابقى معي. أتوجه مرة أخرى دكتور ربحي حلوم فيما يتعلق بالردود، الردود المتوقعة على أكثر من جبهة حسب كثير من الخبراء، حسب ما ذكر أيضا الدكتور زياد، سيكون رد من إيران وكذلك من حزب الله اللبناني. لكن برأيك دكتور ربحي، هل تنجر المنطقة فعلا إلى حرب إقليمية سريعة، خاصة مع أن الرد ربما يستلزم ردا إسرائيليا كذلك حسب خبراء؟ أخي، واضح تماما أن الأمور متجهة إلى خطر كبير يتهدد العالم بأسره نتيجة غطرسة يعني إصرار هذا الكيان الغاصب على جر العالم كله، لأنه يرى أنه أمام تصفية لوجوده في الساحة، وهذه حقيقة. يوم 7 من أكتوبر أكد هذه الحقيقة، أن الاحتلال إلى زوال وهذا الكيان إلى زوال، وبالتالي هم يدركون هذه الحقيقة ويحاولون، يعني جاهدين إيجاد تحالفات مع مناصريهم ومع الأطراف التي تقف إلى جانبهم بشكل أو بآخر، وعلى رأسها الإدارات الأمريكية المتعاقبة بلا استثناء. وموقف وزير الدفاع الأمريكي كان واضحا ليلة أمس، أنه يقف إلى جانب إسرائيل، وأعلنتها الإدارة الأمريكية بكل مؤسساتها. وما يجري بالتأكيد، وأنا هنا يعني دعني أؤكد، بالأمس حضرت كنت في قطر، و يعني خلال زيارتي كان هناك وفد إيراني موجود في قطر، وقدر لي أن أسمع من بعض مسؤوليه، وهم مسؤولون كبار، إيران مصرة على رد الفعل، وإلا ستفقد كل قيمة لها وكل ثقل لها في العالم. وبالتالي أنا على يقين أن هذا الرد قادم، وعلى يقين أن الصهاينة يدركون قوة هذا الرد ومدى ما سيلحق بهم من نتائج
قد تكون يعني في 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 غير الحسبان، لكنه قادم بإذن الله. وتأكد لي أننا على أعتاب مرحلة خطيرة جدا، كانت غطرسة الاحتلال وإصراره على مواصلة العدوان هي السبب الرئيسي والوحيد الذي يجر العالم في محاولة للتخلص من المصير المؤلم الذي يتوقعونه، المؤلم بالنسبة لهم والذي يتوقعونه على كيانهم، سواء من إيران أو من كل الأطراف. وكما تفضل أخي يعني ضيفكم الكريم الأخي زياد، إيران لها أذرع كثيرة في المنطقة، ولا يتوقف الأمر على أذرع إيران، يتوقف الأمر على كل شعوب المنطقة وكل دول المنطقة بلا استثناء. الكل مطالب بأن يتخذ الموقف الجدير، بأن يرقى إلى مستوى مواجهة هذا العدوان. عالمنا العربي بشكل خاص 22 دولة تلتزم الصمت، عار نلحظه من هذه الأنظمة، والكل منخرط في مواجهة العدوان إلا من مواقف هذه الدول العربية، أعني الأنظمة لا أعني الشعوب. الشعوب العربية تغلي غضبا على أنظمتها لهذا الصمت. وهنا اسمح لي أن آتي بالذكر على مصر المتفرجة التي منع رئيسها من إقامة صلاة الجنازة على الشهيد الكبير القائد إسماعيل هنية. أي عار هذا سيلحق بمصر، بمصر الحالية، بالإدارة المصرية الحالية التي صنفت نفسها ووضعت نفسها وقررت أن يكون موقفها داعم للاحتلال ومدافع عن الاحتلال في هذه اللحظة التاريخية؟ لن يرحمها التاريخ، لن يرحمها كل من يقف صامتا أو متفرجا أو غير مقدم على فعل بكل ما يعني الأمر من ذلك، فلن يرحمه التاريخ. وشعوبنا كلها ودولنا العربية 22 مطالبة ومسؤولة، والتاريخ لن يرحمها. سيسجل التاريخ إن لم تتحرك الآن قبل الغد. وللأسف الشديد لم يرقى أحد منها إلى مستوى المسؤولية حتى اللحظة، إن لم تتحرك الآن. وأنا أقول تتحرك في صد هذا العدوان وردعه، وإلا سيطالها غضب التاريخ وعار التاريخ مستقبلا. إن عاجلا أو آجلا. نعم دكتور ربح، يتوجه الدكتور العلول. في المقابل سيد العلول، نجد الولايات المتحدة الأمريكية ونجد كل دول أوروبا والغرب بشكل عام يصطفون إلى جانب الكيان الصهيوني. هناك حالة تأهب كبيرة وحالة تعبئة وحشد عسكري، وأمريكا تنزل ببوارجها وبكل ما تملك للدفاع عن الكيان الصهيوني.